السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نحضر مع بعض كيفية تحضير تحلية الشوكولا. أول شيء هنا نحتاج إلى علبة من البسكوي يكون رقيق ومقرمش. أنا دائما نستخدم هذا. نحتاج علبتين من الفلان ذوق الشوكولا، كل علبة فيها 56 غرام. نحتاج ملعقتين تاع النشا، ملعقتين تاع الكاكاو، 4 ملاعق تاع السكر. نحتاج علبة تاع لاكريم ديسير. نحتاج 1/2 لتر تاع الحليب. إذا هذه بالنسبة للمكونات الأولى. راح نرحي الكاطو ديالي ونرجع. راح نحتاج حوالي 100 غرام تاع البسكوي. بالنسبة للبسكوي يعني ما نطحنوش مليح مليح، يعني يحتوني ولي بودرة. راح نديره في كيس خاص بمواد التغذية تاع المطبخ ونبدأ نطحن فيه هكذايا بالحلال. يعني لازم يجو شوية حبيبات لاباس بيهم، يعني ما يجيش مطحون بزاف، يعني يحتوني وليك تقريبا غبرة. اذا في صحن هنا حطيت البسكوي اللي اخذته. الان احنا راح نلمو ب لاكريم ديسير ماشي بالزبده، هكذا نطم كامل البسكوي تاعي. راح نتحصل على هاد العجينه متماسكه تاع البسكوي اللي خلطته ب لاكريم ديسير شوكولا بهالطريقة. الان هنا جبت المول تاعي، دوك ندهنو كامل بالزبدة. هنا درت له ورق شفاف تاع الخاص بالمطبخ. هنا لما درت الزبدة دهنت كامل المول تاعي جيدا. راح نحط البسكوي تاعي اللي كنت ضميته ب لاكريم ديسير. راح نوزعه جيدا هنا في المول. الان راح نمشيها مليح بالملعقه ونحكم مليح الحواف حتى تحكم روحها هكذا بالملعقه. بهذه الطريقه نكونوا سوينا كامل البسكويت تاعنا في المول. الان راح ندخلو للمجمد مدة ساعة كاملة ونروحو نحضرو واياكم الكريمة تاع الشوكولا. اذا هنا نجيب كسرونة ما تلصقش، نحط السكر، نضيف الكاكاو، نضيف الميزينا، يعني نحطو صوالح الجافين هكذا. من بعد نضيف السائل، يعني باش الميزينة تخلط مليح مع السكر وما راحش تتعجن لنا فيما بعد كي نبداو نطيبوها على النار. هذه العلبة الأولى تاع الفلون، نديرو كذلك العلبة الثانية هكا. خلطوا جيدا كل هذه المكونات. الان راح نضيف الحليب، نحطه على نار هادية حتى يبدا تعقد لنا الكريمه تاعنا. اذا نبدا نحرك هكذا فوق النار على نار قليله كما قلت لكم حتى تبدا تختار لكم. شوفوا راهي تثقل، يعني ما تدخلوهاش تثقال مليح، جست تشوفوها بدات تثقال طفيو عليها. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا الكريمه تاعي راهي بدات تثقال، نطفي عليها. الان راح نفرغ المحتوى فوق البسكوي اللي كنا طيبناه في الاول، عفوا اللي كنا حضرناه في الاول مع لاكريم ديسير.
اذا راح نخليها تبرد، من بعد نديرها في الثلاجة حتى تفوت ساعتين ونرجعو فيما بعد باش نكملو نديرو لاكاناش وعملية التزيين. اذا هنا نجو للطبقة الثالثة اللي هي 100 غرام تاع لا كريم شانتيي اون بودر و 100 غرام تاع كريم ديسير كما راكو تشوفو، قشدة حلوة قشدية شوكولا 100 غرام، ونحتاجو ملعقتين كبيرتين من لكريم ليكيد تاع لكريم فخاش سائلة. إلا ما عندكمش كريم فخاش تقدروا تعوضوها بملعقتين تاع حليب بارد جدا. إذا راح نبدأ على بركة الله، بسم الله، نحط كريم شانتيه ونضيف له علبة تاع كريم ديسير هكذا، ونضيف له ملعقتين تاع كريم فخاش هكذا، هذه الملعقة الأولى وهذه الملعقة الثانية، نضربهم مليح بالباتور ونرجع فيما بعد. إذن هنا بعد ما بردت جيدا الكيكة تاعنا، هنا طلعت كما قلت لكم لكريم شونتي مع لكريم فخاش وكريم ديسير. راح نضيف الطبقة الرابعة تاع هاد الثالثة عفوا تاع هاد الكريمة، نسويها مليح بالاسباتول، راح نرجعها للثلاجة ساعة كاملة، من بعد نبداو نبريباري والطبقة الرابعة والأخيرة اللي هي لاكاناش. بالنسبة لاكاناش هنا عندي 80 غرام تاع الشوكولا مع 60 غرام تاع لاكريم فخاش ليكيد، راح نخلطهم مع بعض ونديرهم في الميكرووند باش يدفاو وذوب الشوكولا كليا، ونرجعو فيما بعد. راح نذوبوها هكذا، نخلطو جيدا حتى تذوب مليح. هنا بعد ما ذابت نص ساعة كاملة ولا ساعة كاملة، أنا ما خليتهاش تطول لأنه باش نكمل التصوير. الآن راح نفرغ لاكاناش، نوزعو مليح فوق الكيكة تاعي. أنا القطر تاع المول تاعي 25 سنتيمتر، يعني إذا كان المول تاعكم أكثر راح تزيد المكونات، يعني ماشي ما تبقاش هي، هذا لتوضيح فقط. نمشيها هكذا مليح، نحطها في الثلاجة 4 ساعات من قبل ما نقدمها، هذه مينيمو 4 سوايع. زينوها كيما تحبوا، من بعد هنا كي تبرد كامل. انا القالب تاعي سهل في هاد السبته نحلها ويجيني سهل باش نفتحها بلا ما تفسد لي. اذا راح نخليها تبرد 4 ساعات نزينها ونقدمها لكم على طبق التقديم ان شاء الله، يعني كل وحده تزين بالطريقه تاعها. اذا كيما راكم تلاحظوا هنا زينت الكيكه تاعي كما قلت لكم، يعني علاش ما رانيش ندير طريقه تاع التزيين، قلت لكم كل وحده تزين على حساب الشيء اللي عندها، لانه لو كان نوري لكم ونقول لكم زينوا بهذه اكيد يعني كاين بزاف اللي يقول لك باللي فيها تكاليف، يعني عليها قلت لكم يعني كل وحده تزين بالطريقه تاعها، يعني بطريقه بسيطه. انا كما راكم تشوفوا درت لي غوزاز هذوما ب كيس الحلواني، درت نصها بيضة ونصها درت لها شوية تاع الشوكولا، زينتها كذلك بهذا الدوائر تاع الشوكولا بيضة وكحلة، تتباع عند اللي يبيع مواد صناعة الحلويات. هنا كيما راكم تلاحظوا زينتها كامل صاير داير بحبيبات الشوكولا هذه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعنا هذا اليوم، وإلا عجبتكم ما عليكم غير تبارتاجوا الفيديو تشاركوا به الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.